بعد قماغي لالا مولاتي يعني اغاني متنوعه تجيب اغنيه محتار. كيفاش جات الفكره ديال محتار ومحتار فاش؟ اغنيه محتار جات صدفه من كلماتي والحاني انا وعاطف الزناشي توزيع عاطف الزناشي وبلال افريكانو. و ما كانش هي اللي عادي تنزل، كانوا اعمال اخرى عادي تنزل بحكم انا درت لالا مولاتي وقماري واحد السيل اللي هو كان خاص بعادي الاصيل. وقلت علاش ما نعاودش، راه مابقاش نعاود راسي اغنيه بحال اغنيه، نخرج شويه من السيل وعاود نرجع عند السيل ديالي. وجات اغنيه محتار. الاغنيه الله نزلت هذه ما كملاش 10 ايام. يعني ان الفنان ملي تيكون تيختار تينجح في هذا اللون كاين اللي تيكمل في ذاك اللون وكاين اللي تيبعد ويمشي ضد التيار، يعني باش يبين فين يقدر يمشي والمسافات اللي يقدر يوصل لها. يعني هذا الاختيار كان سهل ولا صعيب؟ بالضبط، هو كان تخوف في الاول ملي جيت نختار الاختيار هذا، بالحق الحمد لله قدرت بحكم كنشوف الرياكشن ديال الناس وهذا عجباتهم الاغنيه. ما كيعجبنيش نحصر راسي ديما في ماشي غير في الموسيقى، في الحاجات كامل كيعجبني نحصر راسي في شي حاجه، نحس براسي بحالي مخنوق مقيداني شي حاجه، وخصوصا في الموسيقى هي اللي كنلقى فيها راحتي. نعم ابار سو خرج الستيل ديال محتار وتا هو كان ستيل جديد. الكلمات ديال من محتار انا وعاطف الزناشي كلمات مشتركه.